أنا وفق قناعتي ذكرت النصارى الشعب فرض عين على فلسطين في الداخل الفلسطيني، لأننا نشعر بشكل واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تتعامل مع الأعداء وتتعامل مع سيولة كمظاهر يجب إزالتها. المتغول الذي استفحل ويملك الأرض سيزداد في المستقبل. معنا العاصمة الإسرائيلية، يعني كيف تواجهون هذه الغطرسة الإسرائيلية؟ نحن نواجه بالمواظبة والرباط في بيتنا حتى ظل كبارنا تمنا من هذا الظلم. يعني على الله ما يشاء. عن المسار القضائي اليوم، مع المسار القضائي اليوم، اليوم جاي قرار قرار من الحاكم على البكشة اللي قدمناها انه انا مرفوض البكشة. ثلاثة عشر سنة محاكم، ثلاثة عشر سنة عمل.